نمشي قدام شويه، الناس تعمل لنا شير، قفلوا لنا فين يا جماعه؟ قفلوا لنا دايرنا قلقهم ابو راحه ولينا، قفلوا عصروا عصروا مقاتل عديل. نمشي قدام شويه يا جماعه، نمشي قدام شويه، طيب نمشي قدام شويه عشان نفكك لنا الشغل بجد. التالي لكل الاهل الطيبين في وحده العرب، رساله هامه يا جماعه، رساله هامه، دايرين الناس كلها تستمع والناس كلها تبعتها لكل الجروبات. يا ناس هوي الحرب ده مهواله واضح وصريح، النوبه دي صالح على العرب، مساليت وزراوه مسيس كشف اسمع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. المره التاليه لكل الاهل الطيبين في وحده العرب، رساله هامه يا جماعه، رساله هامه، دايرين الناس كلها تستمع والناس كلها تبعتها لكل الجروبات. يا ناس هوي الحرب ده مهواله واضح وصريح، النوبه دي صالح على العرب، مساليت وزراوه صار على العرب. طبعا انتم شايفينه في الحدود غادي وفي جهه الجنيره، وصاروا العرب وقتلوهم، قتلوا العرب وشوهم بلا شيء عديل كده، شفتوهم حرقوهم بنار، ولا العرب باتهم اباده جماعيه عديل كده. يا جماعه الشيء ده ما بيجيكم، في عرب اتطوعت وجات وخشت الولايات، في الولايات حق الدارفور دي العرب جو وخشوا غادي، وجو جاهزين وناس عقده ونظار جو دايرين الدعم السريع عشان يدعمهم ويسلحهم عشان يحموا ارضهم ومالهم ووطنهم. وبعدين الناس دي منه فيها يعني سيد الفريق حميتي واتدخلوا، يا خلي بالك كويس وفتح عيونك، الناس دي سردك، سردك في دارفور، الناس دي دراعك في دارفور. ده جعبك، ده جعبك انت كنمبتر تاني، وين بتجيف؟ ده جعبك، ده حبلك القوي المربوط هنا، ده سندك، ده بلدك اللي انت وليد فوقه وعايش فوقه، عارفه كويس. الناس دي النوبه دي قتلوا العرب دي وباتهم، انت بتركي فين؟ خرطوم ده بيروح بعيدك؟ حاول سلح الناس دي وجنتهم، سلحهم وادوهم نمره عسكريه وخليهم يقاتلوا معاك عشان يثبتوا وجودك. الناس النوبه دي غدروا، الناس النوبه غدروا، طشوا الناس، حرقوهم نار وحرقوا سياراتهم، وايوه وباتوا الناس. انت عشان ما قاعد تلفت وراك، لفت وراك يا زول، هي الصغير اللي وراك خليته دي تركز وين؟ والعقدة دي كلهم لموا جو وفتوا خشمهم وقالوا دايرين يا اخي الناس دي يسلحونا عشان ندافع عن نفسنا وندافع عن ناسنا. سلح الناس يا سيد الفريق، الدنيا ما دايمه، بلا رجال انت وقت الدراجل، بلا رجال ما الدراجل، الا راجل برجاله. سلح الناس وكلهم ادوهم نمر، خلوهم يوقفوا معاك. وشكرا بارك الله فيكم يا شباب في وحدة العرب، الرسالة دي مسموحة لكل الأخوان واللي بيستمعوا فيني، يبعتوها وين ما تمشي عشان توصل للفريق ده، يسمع رسالتي دي والناس المرابطين ابتدادوا في المواجهة. طيب في واحد يا جماعة قال لي يا أخي الصوت ما واضح، في 2000 بس، هو بس قال لي صوت ما واضح، قشطت لك بلوك في الأسرات وأبقى مارك بلاش وساخة ما قدر، توسخ ولا شنو يا زلمة. السلام عليكم ورحمة الله. للرسالة الثانية طبعا برضو للفريق محمد حمدان دغلو والدفعة المعاول وراه، الناس دي في نيالو في زالينجا، في نيالو زالينجا كلها عقدة، ناس عقدة قديمة وعارفين الشغل وعارفين حماية وطنهم، 100 نفر من زالينجا لنيالا، 100 نفر، حدود 100 نفر 200 نفر. الناس دي عندهم يومين بتحاوروا عايزين يسلحوا الناس، عايزين يسلحوا الدراع. الناس دي النوبة كلهم فتحوا لهم المخازن السلح واخذوا سلاح وبقوا بيتوا العرب من طرف السلح، وكلهم فتحوا لهم المخازن وسلحوا بيتوا العرب وبقتلوا في العرب. العيين الانبايات مسك السلاح وقدايات يحمل العوين الانبايات قال لك مسك السلاح، نحن انبايات نحن عبيد سا. رايك في البلوى والحج ده شنو؟ رايك في الجثث المردومه دي شنو؟ رايك فيها شنو؟ حمدتي حمدان كتروا هذه الجزيرة، قال لك 4800 نفر، ده البرهان قشط يوم واحد بس، أكل لك يوم واحد، خلينا من القطاع قطاع. رأيك في البلدة شنو؟ أم بياسة رأيك في البلدة شنو؟ نمشي قدام وطنهم، والعرب قاعدين ما مسلحين، 200 نفر ولا 150 نفر عقيلة قاعدين في زالينجا والجنينة، زالينجا ونيالا، بين زالينجا ونيالا، زالينجا ونيالا كويس، دايرين تسلحوا الناس دي، تديهم سلاح وتديهم نمر عسكريه يحموا ارضهم ويحموا مالهم ويحموا عيالهم. اي يحموا ارضهم ويحموا مالهم ويحموا عيالهم،
الناس دي اللي اتعدوا على الناس وضربوهم وقتلوهم في الاسواق، والناس مثل تعبي لها بنزينه قتلوهم وحرقوهم في سياراتهم وبتفسحوا علينا. دي الناس مساليت وزغاوه وتامه. الناس دي اللي امك 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 التامه خشوا امك امك البال جاي يا زول شغله ماشي. انا ما قلت لك امبارح امس والله فقي قلت لك انا توحيد الزرقاء ده خلاص خلينا بقى توحيد السودان شرقه وغربه وجنوبه وشماله لين جبال النوبه والنيل الازرق. عرفت كلامي؟ كسوداني خلينا مشكلتنا ذاك، ونحن عارفين الكيزان واللغط بتاع خليناه، فدايرين ناكل الجنجبيل ده ندقه نفجقه لك. فتوحيد الزرقاء ده خلينا اي زرقاء غصبا عنه قراه في رقبته سمعا وضوعا وطاعا بيجي براه. قلت لك انا امبارح قلت لك الدعوه عامه تتذكر اجل الله يفك جامس قلت لك الدواء اما اوريدي كده بس وتموت كده انت براك تجي والله يدقوك دك دخول. امك التامه دخلوا امك التامه دخلوا دخلوا التامه امك المساليد والزغاوه بتاع رمش قدام المساليد والزغاوه التامه في فتيل. كده نكرر النقطه دي مهمه جدا. يحموا ارضهم ويحموا مالهم ويحموا عيالهم. الناس دي اللي اتعدوا على الناس وضربوهم وقتلوهم في الاسواق، والناس مثل تعبي لها بنزينه قتلوهم وحرقوهم في سياراتهم وبتفسحوا علينا. دي الناس مساليت وزغاوه وتامه. الناس دي سللوا وداروا لهم معسكر في الحدود، حدود جات السودان، داروا معسكر خاص بهم هم، وبصولوا بقتلوا في العرب وبصوروهم وبعتوهم لنا وبحرقوا في العرب. والعرب قاعدين يا سيد الفريق اتلفت وراك اتلفت وراك عندك دراع وراك لسه خلوك وصل قاضي ولسه واقفين معاك. الناس اللي بيقاتلوا معاك في المواجهه قدامك دي ولسه شادين الخرطوم ده اهلهم وين؟ عقوبهم وين؟ حشانهم وين؟ اسرتهم وين؟ ابهاتهم وين؟ امهاتهم وين؟ كلهم خلوهم في دارفور وانت شايلهم قدام في المواجهه. لازم تلفت وراك تسلح اهلهم من هنا عشان يحموهم، يحموا ارضهم ويحموا مالهم. الله اكبر الله اكبر. كيد للمظالم يا رب العالمين، اللهم كيدهم في نحرهم وحسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل على الظالم. الله يضايق انا غنمايتك انت. لا الله ده بظلمنا نحن وبنظرك انت ايها الظالم ايها الغشيم. الخط ماشي انا ما قلنا لك ما بيجاملوك. ها قال لك شفت لازم يبجوا المساليد والزغاوه والتامه دي الثلاثه. الله يستر في المكالمات الصوتيه ما يدخلوا باقي. المهم كلكم شنو؟ انعصروا طبعا لكن شنو؟ بيضربوكم خلوكم جاهزين. والله الناس دي بينتقموا منكم عملوا حسابكم. كويس نمشي قدام. السلام عليكم جروب الامه العربيه كيف الجماعه؟ ان شاء الله طيبين الصحه كيف العلوم ان شاء الله عافيه. بس الرسائل دي ما ترسلوين الا في مكان واثقين منا وصياغا تماما مجموعه الا مجموعه نظيف تودوه لنا باقي الرسائل دي كمان نمشي نصحى في مكان ثاني. قال لهم الرسائل دي بالذات ما تنزلوها في اي جروب. فالجروبات دي في جزء من انا ده اديكم نزلت اخدت لكم تاخ يا جنجويد. في جنجويد سودانيين وفي جنجويد ما سودانيين. الجنجويد السودانيين اتنازلوا من الجنجويد حقتهم واستسلموا وقاعدين معاكم في الجروبات ديلك اللي هم بحولوا لنا. وفي جنجويد برضو تشاديين ديلك برضو استسلموا وقالوا لا لا نحن اخير شنو نودي الرسائل دي النهايه. فالمهم البل جاي للجميع. فانتوا اكلتوها يا فارد. اكلتوها يا فارد تمام. فما في جروب حاجه اسمه جروب ده ما في. السلام عليكم ورحمه الله. مره ثانيه الناس هسه حاليا قاعدين داخلين جنبينا. انا اللي بتكلم لك ده ممكن يعني دي اثنين ناس قيادات قاعدين جوا، وعندي ممكن اخوي الاكبر عليه في الاسكادروم اللي عندي مدرب في الدبابات. المهم يعني الناس قاعدين جوا ده قال لك ما عصرنا قلبنا ذاتك يا ابو حميد. تحيه لك يا ابو حميد. تحيه لك رسل لنا 1000 نجمه. تحياتنا والله تحياتنا ابو حميد. ثاني رسل 1000 نجمه 2000 نجمه ابو حميد. والله تحياتنا يا ابو حميد اشكرك جدا والله. اشكر الله يبدا يا جماعه. يعني انا عندي 4 سنوات خاشي في السنه الرابعه. النجوم اللي رسلتوها يعني انا النجوم دي عملتها سجلت الصفحه قبل سنه بس. الناس يا دول انت اشتغل في اليوتيوب واشتغل كده وتلقى لك قريشات ما شغال بالموضوع لانه انا شغال وطنيه. ففي النهايه دول عملت سجلت الصفحه وعملت النجمه رسل النجوم شركه الفيسبوك اكل القروش امس اول امس حول لي 2 جزئين يورو وفي 354
يورو موجود في الصفحه لكن ابوا ينزلوه لي، انا ما اعرف ده ياكلوه. المهم خليه ياكله، شركه الفيسبوك كل ما ياكل كل ما يثبت لنا الصفحه، ودي الصفحه الوحيده يعني حقتكم والصفحه الاعلاميه، وفي اي شيء في معلومات، فيها قطع زلط، فيها قطع كوبري، فيها توحيد، فيها اي حاجه، ففيها كشف بتاعت حقائق. فالناس تدعم الصفحه دي بقدر ما تقدر عشان نمشي قدام. تحياتنا، شوف الصفحات دي كلها قفلوها، الصفحه دي قاعده في محلها. تحياتنا، نكمل. حمدتي انسان جنجويت والسودان دي مالي وكل جاي من برا، وحمدتي ده بس كيف يعني خلو ده ما قديش السوداني ده كله قاعد، حمدتي يبقى زي ده وحمدتي ده ما يمشي ده بس. والناس ده هسه حاليا ده يا اهلي اسمعوني كويس، انا اللي بتكلم لكم كله بنتمي للدعم السريع. كان حتى كان حتى من الـ من الـ طيب ده كلامه ركيك كده، تعرفوا الكلام الركيك ما بودينا قدام كده. يا اخواني التشادين، تشات يا اخت شنو بلادي، وتحيه لاخوة التشادين الشرفاء، وتحيه للتشادين اللي استضافونا في بلدهم. ويش واحد رسل 500 نجمه اسمه منو؟ يا محمد انا اشكرك جدا يا ابو حميد، يا محمد يا ويش تحياتنا والله، رسل 500 وشويه، تحياتنا اشكرك جدا. طيب كده يا جماعه، اختلطوا ولا ما اختلطوا اخواني التشادين بالبطاقات والصوتيات وبتاع، والتحيه للتشادين الشرفاء، وانا اشكركم جدا استضفتونا 20 سنه في بلدكم، والله انا اشكركم على راسنا وكده. اختناتوا ولا لسه؟ ما اختناتوا صح؟ نجيب لكم ثاني، نجيب لكم فيديو قديم، فيديو عشان تختنوا، نجيب فيديو بس. شغل لك قبل الفيديوهات بس. لو ما جبنا فيديو النادر ما بيختنوا، نجيب فيديو قديم بس. فيديوهات ياخذها فيديو. نجيب فيديو عادي بس عشان الكلام ما